السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حلقة من قواعد اللغة العربية، ووصلنا إلى أسلوب الشرط أدوات الشرط غير الجازمة. نريد الأول استخرج أداة الشرط غير الجازمة وغير الشرط وجوابه. إحنا الآن لازم نسوي جدول تنبيه أداة الشرط. جدول تنبيه أداة الشرط. فعل الشرط وقدمنا جواب الشرط. الجملة الأولى الآية تقول: إذا قال تعالى: وإذا أنعمنا عن الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فهو دعاء عرض. عندي اثنين إذا. إذا أنعمنا الأولى إذا هذا فعل الشر اللي هو أنعم، أعرض هذا جواب الشر. الثانية إذا فعل الشر مسه الشر، أو تكون تسميته صحيح بس هنا لازم تكتبوا دعاء، ليس تكتب إلا أن تملأ اسمه. اثنين ثانية يقول: قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم يستغفرون. الجواب: وإذا قيل لو رؤوسهم، يعني فعل الشر إهانة. ثانيا يقول: إذا فعل الشرط هو قيل وهو لو رؤوسه لو رؤوسه. الآية الثالثة قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الجواب: لو تركوا وخافوا، لو تركوا وخافوا. ثالثة: لو تركوا وخافوا. الجملة الرابعة: قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما توجه قال، لما توجه قال خمسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لنزعتم كما يرزق الطير تغلو تماصا وتعود قطاعا. هنا لو انكم كنتم تتوكلون، لو هذا الشرط جمله اسميه انكم كنتم ونعم جوابها لرزق الله. السادسة: قال الإمام علي عليه السلام: إذا هدت أمر تقع فيه فإن شدة فيه أعظم مما تخاف منه. إذا هدت أمر هدت العقل، إذا هدت عن خفت، إذا هدت أمر، إذا هدت أمر فقع. والنقطة السابعة، يقول: قال الشريف الرضي: إذا ما تحدى الشوق يوم قلوبهم
عرضنا له أنفسنا واختيار واحد. إذا تحت الشوق يوم الخلود لك، ما يكون يعني إذا تحت الشوق يوم الخلود لك عرضنا له أنفسنا. الجملة الثانية، قال ولو كان كل أخذ قدر نفسه، لكتبنا على أن الكتب هذه الواقعة، ولو كان كل أخذ قدر نفسه لكانت لك الدنيا بغيري إدراك. هنا أداة الشرط هي جازمة إذا، وهنا لم أجد كلا نقية، لا لا أقول ثامنة، ولو كان لو وكان كل أخذ قدره نفسه، هذا فعل الشرط، وهذا لكان لك الدنيا جواب الشرط. بينما التاسعة تقول إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألد وجهها من قوي فعاشره. إذا أداة الشرط لم أجد خلا تقيا فوحدتي، هذا فعل الشرط، فعل الشرط هذا فوحدتي جواب الشرط. قال الشاعر أنا لولا ذكر أيام الصبا قلت يا نفس إلى أن شئت إثر، غير أني كلما حبت صبا أن عشت قلبي بذكر طيب. الجواب العاشر بالنسبة للعاشرة عندنا لولا أداة الشرط، وهنا ذكر أيام الصبا هذا فعل الشرط، فعل الشرط. دائما فعل الشرط إذا جملة تامة تذكرها كاملة، زين؟ قلت هذا جواب الشرط، قلت هو هذا جواب الشرط لأن فعله فاعل خلاص. غير إني كلما هاي أداة الشرط، هبت صبا هذا فعل الشرط، وهنا أنعش قلبي جواب الشرط، جواب الشرط. بالنسبة إلى الجملة 11، لو ما حرص العراقيون على حضارتهم لاندثرت. لو ما هذا حرص العراقيون، هذا فعل الشرط، وهنا لاندثرت جواب الشرط. أما وطننا فحماته أبناء، وطننا فعل الشرط، وهنا فحماته أبناءه جواب الشرط. هذا بالنسبة للحل هذا الجميل. نشوف التمرين اللي بعده اللي هو يقول تكرار عبر عن المعاني التالية باستعمال أدوات الشرط غير الجازمة. تكرار انتصار الإنسان على المحن والصبر والمثابرة. الجواب كلما ثابر الإنسان وصبر انتصر على المحن. رغبتك في زيارة ملحق العراق عند مجيء أصدقائك. إذا جاء صديقي فسوف نزور المتحف العراقي. ثلاثة تعبير عن امتناع ضياع الأفكار لوجود الكتابة. لولا الكتابة لضاعت الأفكار. أربعة استقبال أبيك في المطار عند عودته من أداء فريضة الحج. لما عاد أبي من أداء فريضة الحج استقبلته في المطار. هذا بالنسبة إلى هذا التمرين. شوف التمرين اللي بعده.
التمرين اللي بعده يقول عين الخطأ في الجمل الآتية مبينا السبب ثم صححه. أولا، كلما عملت بجد كلما كسبت أكثر، الخطأ تكرار كلما، الخطأ تكرار كلما الجواب الشر. الصحيح أقول كلما عملت بجد كسبت أكثر. ثانيا، أما بر الوالدين واجب ديني وأخلاقي. أما بر الوالدين الخطأ لم يقترن جواب الشرط بالفاء، لم يقترن جواب الشرط بالفاء، فيقول أما بر الوالدين فواجب ديني. دائماً إذا جملة اسمية أو فعل أمر تقترن بالفاء أو قدام قد أو سوف، تجي على الثلاثة. لو قلت الحق لما دامت أحد، الخطأ اتصل الآن بجواب الشرط وهو منفي، ليس اتصلت الآن هاي لما دامت بجواب الشرط وهو منفي، ليس الاسم. يقول لو قلت الحق، قلت الحق ما لامك. النقطة الرابعة، ازرع ولا تقطع، بس كلما تقطع شجرة تشارك في موت الحياة على الأرض. الرابعة، الخطأ دخلت أداة الشرط على الفعل المضارع، دخلت أداة الشرط كلما على الفعل المضارع. الجواب نسوي لازم فعل ماضي، نقول ازرع ولا تقطع كلما قطعت شجرة شاركت في موت الحياة على الأرض. النقطة الخامسة، يقول لما يجيء ضيفي، لما يجيء ضيفي اكرمه. الجواب خطأ لأنه دخل في باب الشر على الفعل المضارع. باب الشر دخل في باب الشر على الفعل المضارع. الصحيح لما جاء ضيفي، لما جاء ضيفي أكرمته. هذا بالنسبة لحل هذا التمرين. التمرين اللي بعده اللي هو أعرف ما كتب باللون الأحمر. قال تعالى: أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر. خلينا نشوف شلون نعرف. أما أما حرف شرط غير جازم يفيد التفصيل لا محل له من الإعراب. السفينة تكون مبتدأ، السفينة مبتدأ طبعاً على طبق المظاهرة على آخر. قال الفرزدق يمدح الإمام علي أمين بن الحسين عليه السلام: ما قال لا قط إلا في الجسر عليهم. دولة تشهد كانت لاءه نعم. ثانية، لولا حرف شرط غير جازم حرف انتهاء الوجود لا محل لهم من الإعراب. التشهد أيضا مبتدا وهو علامة رفع الضمة الظاهرة، مبتدا وهو علامة رفع الضمة
الإخوان على آخر دافع قال سمو بن عدالة عليا: إذا المرء لم يجنس من اللون عرضه فكل غذاء يأتي فيه جميل. الثالثة: إذا نعرف ظرف شرط جازم، وشو معناه ظرف؟ لما يستقبل من الزمان. أيضا المرء، وقف على المرء، فاعل فعل مفعول. فسره الفعل الواقع بعده لم يدنس أكثر من أنه. النقطة الرابعة: يقول لما بدأ البرق في الظلماء والكهرباء وراح يقضي القضاء الراهي واحتجب: ناديت ربي وطرت يرفض سحره، رباه يا خالق الأكوان وعجبا. يعني النقطة الرابعة: لما نعرف لما ظرف شرط لما ظرف شرط غير جازم بدأ فعل ماضي يبني على الفتح المقدر المقدر يعني على الألف على الألف لأن ظهورها التعدد. البرق فاعل هو في حرف جر وظلماء الظلماء اسم مجرور وعلامة جر نجي على السؤال الأخير أعتقد قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الآية الكريمة إذا تشهد تستخدمها وهي الشبه والاختلاف فيما بينهما. هي إذا هذا ضرب شرط بيع جازم استعمل للشيء المتوقع تدور، بينما إن يقولوا إن يكون حرف شر على جازم استعمل للمشكوك في حديثه أو غير المرغوب. هذا بالنسبة للاختلاف بينهما. الشبه بينهما، الشبه بينهما كلاهما أداة. أتمنى أعزائي الطلبة لهذا الدرس اليوم، إذا عجبكم فيديوهات الشيخ صالح وقناة، السلام عليكم ورحمة الله.